اهلا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال هذا اليوم. هذا الفيديو ديال اليوم صراحه انا من عشاق هذه الفيديوهات، وقلت علاش لا لما نشاركش معكم هذا الفيديو، بما انه دائما كيوصلني تساؤلات على حياتي الشخصيه، بزاف ديال الاسئله اللي كتطرح، شنو كيعجبك شنو ما كيعجبكش، شنو كتبغي وشنو ما كتبغيش. فان شاء الله اليوم غنشارك معكم 30 حقيقه عليا. اذا كنتي نتينا مهتمه بهذا الموضوع هذا و كتبغيني وكتبغي تفرجي في الفيديوهات ديالي وكتبغي تعرفي عليا اكثر، فنبغي نقول لك مرحبا بك في هذا الفيديو، كملي حتى النهايه وما تنسيش خلي لي لايك. اما اذا كنتي ما مهتمش بهذا الفيديو، نبغي نقول لك نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، وشكرا حيت خديتي وقيتها من وقتك ودخلتي الفيديو باش تشوفيني. كنحماق عليكم بزاف ونبداو على بركه الله. تعرفوا ان القناه كل نهار في كل ساعه وفي كل دقيقه كيدخلوا ناس جداد كيبغيو تعرفوا عليا اكثر. نعرفكم براسي بعدا قبل ما نبدا 30 حقيقه عليا. انا ساره الابراهيمي، متزوجه وام لطفل، فعمري 23 سنه، من مواليد 1997. و30 حقيقه عليا هي عندي فوبيا كبيره بزاف من الرعد، البرق والعواصف القويه. ما كانتش فيا الفوبيا ديال الرعد والبرق، ولكن في الايامات ديال الكونفينمو جات واحد العاصفه قويه، واحد البرق، واحد الرعد اللي بقى كيضرب في السما لدرجه انه ما بغاش يوقف. بكثره الخلعه سخفت، ومن ديك النهار وانا عندي فوبيا وليت كامله كنترعد من البرق والرعد والعواصف القويه. ثاني حقيقه عليا وهي انني اعشق المرتفعات. مثلا الا جبتوا لي شي برج وقلتوا لي ساره فين غتسكني، واش في الطابق الثالث او 30، نقول لكم بغيت الطابق 30. حياتي الشخصيه انا انسانه عنيده جدا، يعني الا مشيت قلت شي كلمه خصها تكمل وربي كبير، حتى شي واحد ما يقدر يغلبني في الغنانه ديالي، وهذه الحاجه كيعرفوها العائله ديالي كامله. كنعشق السباحه وكنتقن السباحه، ونقدروا نقولوا عليا بلي انا اكثر انسانه في العائله ديالي اللي كتقن السباحه من الدرجه الاولى، ولكن ماشي في لابيسين، في البحر. اما لابيسين ما عنديش معاه وما كيعجبنيش. كذلك في حياتي الشخصيه انا انسانه حدوديه بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش، ماشي اجتماعيه، ولكن في لي ريزو سوسيو كتلقاوني دائما مجمعه مع الناس وكنضحك وكنهضر، والحمد لله يا ربي. واخا كنجمع مع العائله ديالي والاحباب وداكشي، الا الا كانت شي وليمه ولا شي مناسبه، يعني بدون سبب نمشي عند الناس، هذه واحد الحاجه اللي مستحيله، وكتجيني باللي غير تبر زيد الراس. الواحد يتجمع على شي مناسبه هي، ولكن يبقى ماشي ماجي على الناس لا. انا الوحيده عند الام ديالي، ولكن ماشي انا الوحيده عند الاب ديالي. كيف ما كتعرفوا الناس متبعيني بلي الاب ديالي عنده زوجه ثانيه وعنده وليدات اخرين، فبطبيعه الحال ماشي انا الوحيده عنده، ولكن عند ماما انا الوحيده. جوج الالوان كنكرههم، ما كيعجبونيش وما كنلبسهمش في الملابس ديالي. الا قلبت الماريو ما غاديش تجبروهم، هو اللون الاصفر واللون البرتقالي، جوج الالوان ما كيعجبونيش، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش انني عمرني ما لبستهم او لا عمرني ما غلبسهم، فقط حيت الى كانوا بزاف الالوان وهما بيناتهم ما غاديش نختارهم الا اذا اضطريت انني نختارهم. كنكره صراحه دخول طواليت اعزكم الله عند الناس، مستحيل نمشي عند شي واحد وندخل الطواليت ديالو، واخا نكون مضطره انني يعني ندخل ما كندخلش، ولدرجه ان حتى الحمات ديالي ملي كنمشي نزورها كنبقى معاها نهار كامل وما كندخلش للطواليت عندها الا للضروره القصوى. بيني وبينكم سكت الموتور وانا في عمري 12 سنه، وهاد القضيه حتى شي واحد ما كيعرفها من غير الله سبحانه وتعالى وانا، ولكن دابا صافي ولا كلشي كيعرفها. كانت صاحبتي في عمرها 18 سنه وانا كانت في عمري 12 سنه، الاخ ديال الصديقه ديالي كان عنده الموتور، عطاه ليها ساكتو حيت هي كانت كتعرف تسوق، وعلمتني، وديك النهار قياله خطيبه تزاتي بديك الموتور، لدرجه انني دوزت احسن نهار في حياتي حيت حسيت براسي عشت لافيدا والحياه السعيده. انا انسانه عصبيه بزاف، والناس اللي كيعاشروني كيعرفوها العصبيه ديالي ما كتخلينيش نتحكم في راسي، كتسيطر عليا بزاف، ولدرجه انني واحد الوقيته كنت كنشرب الدواء ديال الاعصاب اللي صعيب بزاف بزاف بزاف. وهاد الاعصاب منين جاني الوقيته ملي كنت انا خدامه، كنت كنتعصب مع الناس بزاف حيت الخدمه ديالي كانت كتحتم عليا انني نتصادف مع ناس اللي قباح بزاف، وكنت كنتعصب. دواء الاعصاب ماشي وقفته حيت بريت، ولكن وقفته حيت على صحتي ما خصنيش نشرب انا ديك الدواء حيت كان قاصح عليا بزاف. الحقيقه المواليه وهي انني تخطبت في 19 سنه، تزوجت في 20 سنه، وولدت على 21 سنه. جوج حاجات في الدنيا ما كنثقش فيهم انا، قد ما كتشوفوني كنهضر على الحب وكنهضر على الرجل، لكنني انسانه ما كتثقش في الرجل وما كتثقش في الحب. الحب البنات عابر، تقدري تبغي اليوم وتقدري تكرهي غدا، كذلك الزوج او الرجل او الصديق، نقدروا نقولوا على الرجل بصفه عامه
هو اكثر شخص في الدنيا اللي ما نقدرش نثق فيه انا، نعطيه وقته، نبغيه، نتهلا فيه، ولكن ماشي معناتها انني نثق فيه. كاين فرق ما بين الحب تبغي الشخص وما بين انك تثق فيه، وكاين فرق ما بين انك تعيش الحب وانك تثق في الحب. ما عرفتش واش وصلت لكم الرساله، ولكن هذه انا. حاجه المواليه وهي انني ما كنعرفش الماكي، يعني المكياج شي حاجه لي طوب دي طوب ما كنعرفش ليها. كنعرف الماكي مكياج عادي، ولكن الاتقان ما كنعرفش نتقن المكياج، خصوصا فوق العينين ما كنعرفش صراحه بزاف. عمرني ما سقطت في المدرسه اولا في الكوليج اولا في الليسي، كنت دائما كنجي انا الاولى، ودائما كناخذ جوائز في نهايه السنه بكثره القرايه اللي كنت كنقرا. في المدرسه في الكوليج في الليسي كنت كنتقن اللغه العربيه لدرجه انني كنت كنجيب فيها 10 على 10 ولا 20 على 20. عمرني شي واحد ما غلبني في القسم في اللغه العربيه، ولدرجه انني لحد الان باقي كنحمق على شي حاجه سميتها اللغه العربيه. الا ما كانوش عندي فلوس ما كنخرج. تخيلوا انني الا ما كانش جيبي عامر ما كيعجبنيش نخرج، كتجيني القنطه وكنحس براسي كئيبه. فملي كيكون جيبي عامر كنخرج، ولكن ملي ما كيكونوش عندي فلوس ما كنخرج. من صغري كنحمق على الوليدات الصغار، من صغري كنحمق عليهم ولحد الان باقي كنحمق عليهم. واخا ولدت ولدي دائما ملي كنشوف وليدات الصغار كنفرح بهم وكيعجبوني، ولكن هادشي ما كيعنيش انني كنشدهم ونبوس فيهم ونعنقهم، حيت كيبقاو ولاد ماماهم وباباهم. حاجه مواليه وهي انني ما عنديش صحابات نهائيا، من غير قول لكم جوج ثلاثه اللي محسوبين على اصابع اليد، وكل وحده عطيها مكانها المخصص. والناس اللي ما كيعرفوش ولدي كيشبه الماما بزاف. بزاف ناس كيقولوا لي ولدك ما كيشبهوش ليك ولا لراجلك، لدرجه ان ولدي ما تصوروش قداش كيشبه الماما، خصوصا ملي كان صغير كان كوبي كولي على ماما، حيت انا والزوج ديالي نورمال، الشعر ديالنا قهوي عادي، الوجه ديالنا عادي، ولكن ماما زعره بزاف، وولدي حتى هو خرج زعر بيض بزاف والشعر ديالو روبيو. وقعت لي واحد الحاجه ملي كنت صغيره لحد الان باقا كدوز لي من هنا، هي انني على نيتي جيت ناكل بطاطا وما عرفتش بلي هذيك بطاطا حلوه، لانني ما كنحملش البطاطا حلوه. كنت صغيره بزاف بزاف بزاف، كليت البطاطا ومن خشيتها في ثقمي اكتشفت بلي فيها شي مذاق مبدل، وهي كانت بطاطا حلوه. من ديك النهار كرهت البطاطا، بقيت شهرين ما كناكلش البطاطا. واخا كيقولوا لي هذه راه بطاطا عاديه وهذه حلوه، كنقول لهم كامله فيها نفس المذاق. حتى كبرت عاد بديت كنكتشف بلي راه كاين بطاطا حلوه، بطاطا عاديه، بطاطا قصبيه. البطاطا العاديه والقصبيه كنحمق عليهم، ولكن بطاطا حلوه لحد الان باقا ما كتعجبنيش. الا قلبتوا ليا في الماريو ديالي غادي تلقاو معظم الملابس ديالي في الوان اللي هي مغلوقه، يا اما الكحل يا اما البلو ماري واما الرمادي. الالوان اللي هي مغلوقه هي اللي كنلبس بزاف، وصراحه ماشي ما عنديش الشجاعه انني نلبس الوان مفتوحه، مي سبحان الله العظيم كيعجبوني الالوان اللي هي غامقه في الملابس. كذلك تعلمت نطيب على 10 سنين، وفي 10 سنين كنت كنتقن الطياب من جميع الانواع ديال الطياب، من غير ديك الحلويات والبسطيله وديك الشيء. كانت ماما مسكينه كتمشي تخدم، وكنت كنحاول انني نطيب ليها اي حاجه ملي تجي تلقاها. ديك الوقيته ما كنتش كنعرف اليوتيوب، ماشي ما كنتش كنعرفو، كنت كنعرفو الصراحه، ولكن ما كنتش كندخل له ونشوف شنو كاين. وهذه كنت كندق على الجاره ديالنا اللي كانت بطبيعه الحال في حال عائله، الباب حدا الباب. كنا راكم عارفين الناس شحال هذه، ماشي هما ديال دابا، كانت الجار فحال خاك وفحال امك وفحال باك فحال اختك. كندق عليها وكنقول لها خالتو جميله عافاك شنو كطيبوا في هذه وشنو كيعملوا في هذه، وكانت كتعلمني الطياب. ملي كتجي ماما كتلقى شي ماكله نقعه 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 نقعه. الناس اللي كتسقسيوني على المستوى الدراسي ديالي، انا عندي 5 اماني فقط، ما كملتش الدراسه ديالي بحكم ان الام ديالي صراحه كانت كتخاف عليا بزاف، وكانت كتمشي تخدم كتخليني كتقول الله يحفظ تمشي للمدرسه يشدها شي واحد، وانا ما كايناش معاها. هذيك الساعه خرجتني من الدراسه جلستني في الدار. من بعد 5 شهور ولا 6 شهور صافي جينا بحالتنا لطنجة، رجعنا ساكنين في طنجة. ندمت على القراية ديالي بزاف 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 بزاف، وان شاء الله كنفكر انني نكمل الدراسة ديالي، ما كنفكرش انني نوقف على الدراسة بصفة نهائية. فقط كنتسنى غير الابن ديالي يكبر شويش وندخلوا الحضانة ان شاء الله على تك الدراسة. نصيحتي لكم انكم تكملوا الدراسة ديالكم. بالنسبة لي انا الدراسة شي حاجة اللي هي مهمة في الحياة، الانسان الا ما قراش راه ما عملتش شي حاجه. الحمد لله ما كملناش القرايه ديالنا، ولكن وصلنا لواحد المستوى، فهمنا قرينا وعينا، وانا كنعتبر باللي الوعي هو اهم حاجه، اما القرايه بلا وعي راه ما كاين والو. الحقيقه المواليه وهي انني تخطبت 3 الخطوبات رسميا،
من غير ديك بغيت نجي لخطبك بغيت هادي بغيت هادي، خطوبات رسميه اللي بالعائله بالدقيقيه بالنشاط وهذا الشيء ثلاثه اللي دوزت في حياتي وكاملين. ماما اللي كانت في الاخر كترفض او لا ما كيعجبهاش الحل، حتى جاء فارس الاحلام ديالي اللي ماما قررت انها تختاروا ليا. كنبغي نجمع الفلوس ولكن ما كنعرفش نجمعهم، كنجمع مثلا واحد العدد معين وفي الاخر كنمشي نخسره. انا من النوع اللي كيعجبني نشري 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 واللي عندي كنخسره، الرباح براس المال كنضربو وما كنخلي حتى شي حاجه ديال الرباح وما كنخليش راس المال. كيعجبني نعيش حياتي ومولاها ربي الموت كاينه، مع العلم انني كنبغي نجمع الفلوس وكنبغي نعمل دوير الزمان ولكن والله ما كنعرف. وحتى الناس اللي كيقولوا لي بقيت ورينا الطريقه ديال اننا نخبعوا الفلوس، لحد الان باقي ما شفت شي طريقه. الطريقه اللي كنجمع بها الفلوس كاينه، ولكن راه المشكل هو ان ديك الطريقه باش كنجمع بها الفلوس نهار اللي كنجيب ديك الفلوس كنخسرهم كاملين وما كيبقاوش عندي. الحقيقه المواليه واللي هي مهمه جدا هي انني ما كنديهاش في كلام الناس وما كنعترفش بكلام الناس، وكلام الناس كنظن بلي هو اخر همي. بطبيعه الحال بعض المرات كيجرح كلام الناس حيت كتكون واحد الصفحه ديالكم بيضه وكيجي واحد كيحط لك واحد النقطه كحله، هذيك النقطه كحله بعض المرات كتاثر فينا، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش انها كتدمرني ولا كتصافي كتطيحني كاع. بالعكس كل نقطه كتبغي تدمرني الا وانها كتزيد كتحييني وكتقويني. كلام الناس اخر همي، شنو غنستافد من كلام الناس؟ كلام الناس هاد الناس عملتو هيدا ما كيعجبهمش الحال، عملتو هيدا ما كيعجبهمش الحال. كيعجبني الانسان اللي كينصحني ولكن ما كيعجبنيش الانسان اللي كينتقدني، حيت انا انسانه كيف ما انت من حقك تعيش حياتك كيف ما بغيتي وتتحكم في حياتك كيف ما انا من حقي، وحتى شي واحد ما عنده الحق انه يحاسب شي واحد اخر. حاجه مواليه، دائما كنامل باللي الفقر يصنع الرجال، عمر الفقر ما كان عيب وعمر الفقر ما كان شي حاجه اللي كتدمر الانسان ولا كتخليه يفكر يقول بلي انا ماشي مزيان، انا انسان ما عنديش قيمه في هذه الحياه، انا نمشي نتظاهر انا اعوذ بالله من قوله انا. حيت بزاف الناس ملي ما كيكونش عندهم فلوس كيفكروا بزاف الحاجات اللي هما خايبين. بالنسبه ليا انا ملي كيكون الفقر هو اللي كيخليك تزيد تشجع وتخدم وتوقف على رجليك، وكيف ما قلت لكم في الاول الفقر يصنع الرجال، كيخرج الرجال والنساء بطبيعة الحال اللي عندهم الدماغ اللي كيفكروا كيفاش يخدموا كيفاش يجيبوا ديك الفلوس بطعم حلال اولا بواحد الطريقه اللي هي مناسبه ما كيمشيوش يعملوا شي حاجه خايبه. انا من النوع ديال الناس اللي كيطلع لي راسي في راسي، كنبقى متبعه واحد السن واحد الوقيته ما كيبقاش عاجبني راسي كنبغي نتبدل 100%. كذلك حتى البيت ديالي والمنظمات اللي في البيت ديالي كنبقى مخلياهم واحد الوقيته كيجيني البلان في الراس ديالي كيقول لي خصك تبدلي كلشي. يعني حياتي كتطلع لي فراسي وكنبغي الجديد وكنبغي نبدل اللوك الحياه كنبغي نبدل حياتي، حيت صراحه هادشي اللي خصو يدار لان الانسان مع المده صراحه راه كيبغي واحد الطاقه ايجابيه، وديك الطاقه الايجابيه منين كنجيبوها؟ اول حاجه وقبل كل شيء هي اننا خصنا نغيروا حياتنا، نغيروا الملابس ديالنا، الشكل ديالنا، المنظمات ديالنا، البيوت ديالنا، اي حاجه اللي تقدر تدخل علينا الطاقه الايجابيه نغيروها. علاش ما نغيروهاش؟ ما كنحملش الاشخاص السلبيين في حياتي، هذوك اللي كيبقاو غير يشكيو اليوم وغدا اليوم وغدا اليوم وغدا. الا كانت صاحبتي ولا شي وحده من العائله من بعض المرات كطيح شي موقف وكتجي تشكي عليا مرحبا والف مرحبا، ولكن دوك الناس اللي كيبداو يشكيو اليوم وغدا ما عنديش وهادي 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 وكيبقاو غير يشكيو، حتى الحلول كيجيبوا ليها شكوى، وحتى الحلول ملي كتجيب لهم شي حل كيلقاو له مبرر باش يشكيو. ما كنحملش دوك الناس وما كيعجبونيش ديك الناس ديال المصالح، اصحاب المصالح اللي كيقولوا لك السلام عليكم انا بغيت هذه السلام عليكم انا بغيت هذه. يعني ما كيهضروش معاكم عن حب، كيهضروا معاكم غير على مصلحتهم. هذوك الناس بديت كنمسحهم من حياتي وما كنحملش اصحاب المصالح كيف ما بغاو يكونوا. والحقيقه الاخيره اللي بغيت نقول لكم حبيباتي الغاليات وهي انني كنحمق عليكم، حقا كنحمق عليكم. اللي عجبو الحال هو هذاك واللي ما عجبوش الحال هو هذاك، المهم انني كنبغيكم. غتقولوا لي علاش كتبغينا؟ فين كتعرفينا؟ كيف ما بزاف الناس كيبغيوني بلا ما يكونوا كيعرفوني بلا ما يكونوا كيشوفوني كيبغيوني حيت كيحسوا بالقلب ديالي، فانا كنبغيكم حبا في الله بدون مقابل والحمد لله. كيف ما كتبغيوني كنبغيكم والحب راه متبادل. قبل ما نسالي لا فيديو نتمنى ان لا فيديو تكون نالت اعجابكم، الى عجبتكم ما تنساوش خليونا لايك بارطاجيو القناه مع الاحباب والاصحاب. وقبل ما نسالي اذا كنتي وصلتي لهذه الفتره هذه من الفيديو نبغي نطلب منكم واحد الطليبه، غنخلي لكم جوج ديال الروابط ديال جوج القنوات في صندوق الوصف. ماشي جيف واي ماشي كولابوراسيون، ما عندي حتى شي هدف من مور هاد القنوات. هاد جوج قنوات الناس يا اخواتي الغاليات جوج ديال السيدات عندهم قنوات اللي حقا كتستحق التشجيع وكتستحق الدعم، كنعرفهم انا شخصيا وبغيت انني ندعمهم
من هذا الفيديو بدون مقابل، والله العظيم انه بدون مقابل، لانني انا كنعرفهم شخصيا، ماشي جو صافي، جوج بهم صديقاتي، جوج بهم كنعرفهم، وجوج بهم بغيتكم تشجعوهم وتدخلوا عندهم وتتابوناو عندهم وتشجعوهم، قولوا لهم جينا من طرف سارة الإبراهيمي.